السلام عليكم، أنا صالح وحيد وهذه الحلقة الثانية من برنامج أعمال. اليوم حنتكلم بإذن الله عن أشياء مهمة في عالم التسويق، اللي هي مهارات مهمة للمسوق وبعض المقاييس اللي يحتاجها المسوق، وإيش الفرق بين التصنيف والعلامة التجارية. إيش الفرق بين الخطة التسويقية والاستراتيجية التسويقية؟ الخطة التسويقية هي تفصيل للاستراتيجية. الاستراتيجية تعطيك الأهداف وأنت تبغى توصل إيش شكل مشروعك بشكل عام، لكن الخطة هي تفصيل أنت إيش حتعمل من ناحية الفورس، من ناحية الكاستمر سيرفيس، من ناحية الأدفرتايزينج، وبرضو إيش هي المتريكس وأدوات القياس حقتك لنجاح أنشطتك التسويقية. حنتكلم عن ماكدونالدز كمثال لاستراتيجية تسويقية. ماكدونالدز بدأوا في البداية من إنه يبغون يسوون فاست فود، ثم في تفصيل ذلك قالوا good fast food. لما جوا يرسمون الهدف قالوا نبغى الناس يحبون هذا المنتج، نبغى الناس يشعرون انهم special، يبغون يشعرون بالعناية. فلما بعدين رسموا تفصيل التفصيل قالوا المكدونالدز حيكون حل للناس اللي تبغى اكل سريع ولذيذ وتثق في جودته. فبشكل عام انت تشوف انهم رسموا ايش الخطة، ايش الهدف العام، ايش الاستراتيجية العامة، انه منتجهم يبغونه يكون مميز، يبغون الناس يحبونه، ويبغونه يكون فعلا متفرد وذا جودة. ففي أشياء موجودة عند ماكدونالدز نادرا ما تشوفها في محلات ثانية أو مطاعم ثانية. الويلكومينج هيومن فيس مثلا، هذه عندهم من الرولز، من القواعد الأساسية، أنك إذا دخلت ماكدونالدز أنهم يرحبون فيك ويبسطونك. هم هذه هي الاستراتيجية اللي عندهم، أنهم يبغون يخلقون بيئة فلة، بيئة وناسة كذا مع الجمهور، والناس فعلا ارتبط بماكدونالدز. في الخطة التسويقية هناك تيجي التفاصيل، فمثلا تبدأ بالسيجمنتيشن وكيف تقسم الماركت حقك، بعدين تبدأ في البرودكت اوفرينج، كيف انت حتعرض جمهورك للناس، بعدين تيجي في اليونيك سيلز بوينت او اليونيك سيلينج بوينت، ايش هو الشيء اللي يميز منتجك، بعدين في البوزيشننج، وين مكانك في موضع في دماغ الجمهور. بعدين حتدخل في التفاصيل هذه كلها اللي حتفصلها واحدة واحدة، وبعدين حتحط operation plan، كيف انت حتنتج منتجك هذا، كيف حتصنعه، كيف حتوزعه. فهذه كلها تفاصيل، التفاصيل موجودة في الخطة التسويقية او يسمونها key business plan. الخطة التسويقية هي تفصيل ايش حتسوي من ناحية الاعلانات، ايش حتسوي من ناحية الفريق اللي حيكون موجود للتعامل مع العملاء، ايش حتسوي، يعني كل التفاصيل انت ترتبها وتحط لها خطط وتحط لها وقت، وبرضو حتى الميتريكس، حتى القياس، كيف حتقيس نجاحك وزي كذا. والحين حنتكلم عن كيف تقيس نجاح خططك التسويقية. الخطة التسويقية هي تاكتيكال ماركتينج، هي تفصيل الخطة الاستراتيجياتك، ايش حتسوي بالضبط من ناحية الكاستمر سيرفيس، من ناحية الاعلانات والبروموشن، من ناحية الميتريكس نفسها، مقاييس نجاح خطتك التسويقية. والحين حنتكلم عن الميتريكس اللي الخطة التسويقية وكيف تعرف انه انت ناجح ولا لا تسويقيا. الخطة التسويقية هي تفصيل استراتيجيتك، ايش حتسوي من ناحية الكاستمر سيرفيس، ايش الستاندرز اللي you will set، ايش الستاندرز حقتك في الشركة، كيف حتتعامل مع جمهورك، ايش هي الادفرتايزنج والبروموشن اكتيفيتيز، ايش هي الميتريكس واساليب قياس نجاح خطتك التسويقية. والحين حنتكلم عن الميتريكس وقياس نجاح خطتك التسويقية. في مقاييس تسويقية مهمة جدا انه المسوق يعرفها عشان بناء عليه يحدد هل هو نجح ولا لا. حنذكر منها اربعة. اول مقياس وهو مهم جدا، عدد مرات المشاهدة او الوصول. فمثلا اذا كان اعلانك موجود في الشارع تشوف كم عدد السيارات اللي تمر، واذا كان اعلانك موجود في الانترنت تشوف كم عدد المشاهدات او الضغطات. المقياس الثاني هو حجم المبيعات بالعملة لكل عميل، فكل عميل لوحده كم يمثل من قيمة مادية لبزنسه. المقياس الثالث هو حجم العائدات من هذه النشاط، من هذا النشاط التسويقي. فمثلا نفترض انك سويت كامبين ونزلت في ارض الواقع وجبت بوث، انت لازم تشوف كم طلعت من وراء هذا البوث عشان تقرر هل هذا نجح ولا فشل. المقياس الرابع هو نسبة المبيعات من التوصيات، الورد اوف ماوث. هل انت فعلا وصلت الى جمهور جديد وخليتهم يتكلمون عنك عند اصحابهم عشان يجون يشترون من عندك ولا لا؟ آلريس عالم التسويق تكلم عن التصنيف والبراند، وكيف انه لازم انت تصنف نفسك في ذهن المستخدم بالشكل الصحيح. فانت الان انت تفكر بمشروب طاقة، يجي في بالك الريدبول، وانت تفكر في سيارة آمنة يجي في بالك فولفو. فهذا هو المقصد من التصنيف. فولفو مع الزمن بغت تسوي لوكجري كارز، سيارات فخمة، لكنهم ما قدروا يعملوها. ليش؟
لأنه هم ثابتين في ذهن المستخدم على أساس أنه سيارة آمنة. أنت لما تحاول تكون كل شيء في ذهن العميل ما حتنجح، لازم تركز على شيء واحد عشان تتميز فيه عند العملاء. حنتكلم الآن عن مهارات تسويقية يحتاجها المسوق، وحنذكر منها ثلاثة اليوم. المهارة الأولى اللي يحتاجها المسوق إنه يختبر كل الأشياء بناء على الداتا ولا يفترض أي شيء، يقيس ثم بناء على ذلك يقرر. المسوق الجيد كاتب جيد، يقدر يكتب البورتفوليو، يقدر يكتب إعلانات، عنده مهارة جيدة في الكتابة والإقناع برضه. المهارة الثالثة، المسوق الجيد is a great storyteller، يجيد إلقاء القصص، يجيد التواصل مع الجمهور بناء على القصص وكيف يحط منتجاته في قصص عشان يوصلها للجمهور. كانت هذه الحلقة الثانية من برنامج أعمال. الله يعطيكم العافية. Leave a comment, subscribe، وشكرا لكم.